احمد المصري، احمد المصري، احمد المصري بالمرمى الوطني. الاحظوا رساله كينغستون ولقطه غير رياضيه تسمح على حسين. احمد المصري سالم الرواني، يلا يا سالم، يلا يا سالم، انا سدد سدد احمد تحت المرمى. هو هشام شعبان في التسديد، تعود الشيباني، مش ممكن. متسعد يحاول ان يستلم الكره، تصل الى الرواني، الرواني في المرمى، قادر يمرر كره واحمد سعد في المرمى، مش ممكن مش ممكن. احمد سعد سليمان، احمد سعد سليمان، احمد سعد، احمد سعد، احمد سعد، احمد سعد، هدف اول، هدف ليبي، هدف اول، هدف اول. يا الله يا الله، نادر التروني، نادر كارا، احمد سعد في المرمى، احمد سعد في المرمى. يا الله يا الله على هذا الهدف، يا الله. مدرجات ملعب 11 يوليو تهتز، اهتزت المدرجات. احمد سعد سليمان، احمد سعد يسجل هدف رائع. ماذا عساه يفعل كينغستون؟ احمد سعد سليمان يسجل ثاني الاهداف في التصفيات له وللمنتخب الليبي، اولى الاهداف. احمد سعد سليمان، تتعالى الصيحات، تهتز المدرجات. احمد سعد سليمان يطرب الكل والفضل لهذا اللاعب. تحصل المنتخب الليبي على خطا، نادر الترهوني اسرع في لعب الكره، نادر كارا استقبل الهديه، مرر كره ارضيه، احمد سعد سليمان يرسل كره في المرمى. لاحظوا نادر كارا، احمد سعد، احمد سعد، احمد سعد، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. يا الله المنتخب الليبي، يا الله على المنتخب الليبي، يا الله على هذا الهدف الجميل. الكل يتعانق، الكل يطرب، الكل يفرح، المنتخب الليبي من تحقيق الهدف الاول، من تحقيق هدف ثمين، الفوز لا غير امام عناصر منتخبنا. كارا لاحظوا، كارا لاحظوا، واحمد سعد يرسل كرة أرضية زاحفة على يسار كينغستون. أربع دقائق على نهاية الشوط الثاني والمباراة، والمنتخب الليبي يتقدم، المنتخب الليبي يفعل كل شيء، يتجاسر.